مشاهدينا، كل يوم بيتجدد اللقاء مع حضراتكم على مدى ساعتين في هذا الصباح. وكالمعتاد عندنا موضوعات كتيرة بنغطي بيها أبرز مستجدات الأحداث بالإضافة لفقرتنا الثابتة. صباح الخير يا محمد. صباح الخير منى، صباح الخير مشاهدينا الكرام. زي ما احنا متعودين معاكم دايما عندنا موضوعات جديدة ومتجددة، لكن النهاردة يمكن احنا عندنا موضوع واحد فقط وهنركز عليه في الذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة. هنتطلع إلى أفاق المستقبل في هذه المنطقة الحيوية بالطبع، وماذا أضيف في هذه القناة الجديدة، خاصة وأن قناة السويس ربما حققت أعلى إيرادات لها في عام 2017-2018، وصلت الإيرادات إلى 5 مليارات و600 مليون دولار، وبالتالي هي زيادة عن الأعوام السابقة، وهناك أمال بزيادة هذه العائدات في المرحلة المقبلة. سنلقي نظرة تفصيلية مع بعض ضيوفنا الكرام المتخصصين في هذا الأمر. ده طبعا بالإضافة لفقرتنا الثابتة في متابعة عناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم مع أحد العاملين في مجال الصحافة، وبالإضافة لنشرتنا الرياضية ونشرتنا الاقتصادية لمتابعة آخر المستجدات فيهم. بعد الفاصل هنتابع معاكم مجموعة من الأخبار المتنوعة والتقارير زي ما احنا متعودين، ونتعرف كمان على أحوال الطقس. أعتقد إن الجو لسه ما زال حر. هو عموما الأرصاد أعتقد إنها قالت إنه أغسطس كله حر، ما نتأملش قوي يعني، ما يبقاش عندنا آمال عريضة، وإن شاء الله يعني يعدي. خليكم معانا بعد الفاصل. صباح الخير، صباح جديد على كل مشاهدينا في كل مكان. فقرتنا الرياضيه اللي احنا بنحاول ان هي تكون مميزه جدا وتفيد الناس على قد ما تقدر، عشان كده يعني دايما بنفكر ايه الجديد اللي نقدر نعمله، والحمد لله بفضل الله ان احنا اول فقره رياضيه بتجمع ما بين المجرب والطبيب. كان دايما يقول لك اسال مجرب وما تسالش طبيب، دلوقتي احنا هنجيب الطبيب الاول دكتور عبد الرحمن اللي هو راي العلم في التدريب، وايضا كابتن عمرو. مرحبا بك يا كابتن عمرو، احد ابطال مصر في لعبه كمال الاجسام، وطبعا عنده باع وخبره كبيره جدا 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 في التدريب. هنعمل ميكس بين الاثنين عشان نخرج بمعلومه مفيده لكل المشاهدين اللي هيشوفونا بعد الفاصل. استنونا، تدريبات مهمه جدا 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 من بطل مصر كابتن عمرو والدكتور عبد الرحمن. ورجعنا لكم بعد الفاصل، احنا مكملين مع بعض حلقاتنا في الجيم مع كابتن عمرو. احنا هنتكلم برضو عن بقيه تمارين الظهر مع بعضينا، هنتكلم على اجهزه جديده برضو علشان الناس بتنزل الجيم معانا تبقى عندها فكره ايه الاجهزه اللي بتقابلها وتقدر تلعب عليها ازاي. طبعا مش هيكون معانا افضل من كابتن عمرو، ازاي نوضح معاه ازاي ممكن نعمل التمارين دي مع بعضينا. اتفضل يا كابتن عمرو. احنا النهارده تمريننا برضو احنا مكملين مع بعض الظهر، تمام؟ هنلعب على جهاز الزرافه. كابتن عمرو مسك معانا المسكه الضيقه، هنتكلم بالظبط على اداء الحركه. بتبدا تنزل وبتقفل، ما شاء الله. بص كابتن عمرو ثابت، انزل وقفل ظهره ورا خالص، بيقفل على ظهره في الاخر ويطلع بهدوء جدا. طبعا قيمه نفس الكلام برضو زي ما كنا بنلعب السحب الامامي قبل كده، ان احنا في جهاز الزرافه او السحب الضيق ده هو بنشتغل على كل العضلات الداخليه لمنطقه الظهر، عضلات الترباس والعضلات الداخليه للظهر كلها. الناس عايزه تحس انها ظهرها بيزيد، ده افضل التمارين ليها. نتكلم يا فندم على المسكه الثانيه كابتن عمرو، نفس فكره السحب الامامي بس جهاز اخر برضو. الفكره هنا ان هما تو هاندز مختلفين، مش مسطره واحده. برضو بتسحب، دراعك بينزل يقفل ظهرك برضو على الاخر ورا، وكعانك مفتوح. نفس الفكره ده بيشغل جامد جدا وبيعرض منطقه الظهر اللي تسمس دورساي او الماجنوس، وبيشتغل على الجزء العلوي من عضلات الظهر اذا كان السبسكابيلاريس والتيريس ميجور وماير. هنعيد مع بعض تمرين الضيق بتاعنا مع كابتن عمرو. ممكن كابتن عمرو عايزك الهاند الضيقه،
زي ما الناس شايفه معانا، نفس فكره السحب لكن بالقبضه الضيقه. وقلنا قيمه الكلام ده كل العضلات الداخليه للظهر. التمرين ده على فكره تقليدي جدا، مفيش صعوبه للمبتدئين حتى يبداوا يمارسوا على جهاز الزرافه او السحب نفسه اذا كانت القبضه الضيقه او القبضه الواسعه. هنوريكم برده تاني ازاي ممكن نعمل التمرين بالقبضه الواسعه. اتفضل يا كابتن عمرو. الراجل ظابط ايده على 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 عرض كتافه، تمام، بيبدا ينزل يسحب وبيثبت لورا وبيقفل ظهره على الاخر وكعانه مفتوح. ده من اهم التمارين زي ما قلنا اللي بتشتغل على عضله اللاتيسمس دورساي او المجنس بتعرضها. الناس اللي بتفكر يبقى عرضها الكوبرا شيب او راس التعبان اللي هو من فوق عريض ومن تحت ضيق. احنا كنا معاكم دايما، مستمرين على الدايت ومستمرين على التمارين. ابعدوا عن الاصابات واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. حضراتكم مرة تانية ونبتدي معاكم أخبارنا وجولتنا. والنهاردة زي ما قلنا في المقدمة الاحتفال بالذكرى الثالثة لبدء مشروع قناة السويس الجديدة أو التفريعة الجديدة لقناة السويس، والحقيقة هي بتأتي بالتزامن مع مرور 149 عام على افتتاح قناة السويس الأصلية، المشروع الأساسي عام 1869 لتمكين السفن من المرور في الاتجاهين. ده طبعا المشروع الجديد اللي حصل في 2015 دون توقف في مناطق انتظار داخل القناة وتقليل زمن العبور، مما يساهم في زيادة الإقبال على هذه القناة. وحققت القناة أعلى إيرادات في تاريخها على حسب الإحصاءات الواردة خلال عام 2017-2018، بلغت نحو 5.6 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بزيادة 11.5% فيما يعد إيراد غير مسبوق للقناة. كمان الحكومة بتستهدف خلال العام المالي 2018-2019 تحقيق إيرادات من هيئة قناة السويس بواقع 103 مليار جنيه وفقا للموازنة العامة للدولة، على أن ترتفع إيرادات مرور السفن إلى 13 مليار دولار سنويا بحلول 2023. كمان خطة الحكومة للعام المالي الجديد بتستهدف الانتهاء من مشروعات جديدة لدعم واستكمال مشروعات تنمية قناة السويس، ومن بينها استكمال الأعمال بمشروع أنفاق أسفل قناة السويس، مشروعات بالمجرى الملاحي بتشمل توسيع وتعميق مناطق الانتظار الغربية بالبحيرات المرة حتى عمق 16 متر، استكمال إنشاء وتدعيم أحواض الترصيب غرب وشرق القناة. كمان من المقرر افتتاح نفقي الإسماعيلية وبورسعيد في احتفالات 6 أكتوبر المقبل، حيث تم تنفيذ أكثر من 90% منها، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على حركة التجارة والتنقلات بين محافظات الدلتا وسيناء، وسيكون عاملا رئيسيا في جذب الاستثمارات الكبرى في سيناء. قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة القناة أن حركة الملاحة شهدت خلال 8 أيام الماضية عبور 375 سفينة بحمولة 36.8 مليون طن. وأكد مميش أن المعدلات القياسية اللي بتسجلها حركة الملاحة بالقناة تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية. كمان بمناسبة الذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة، أكد الربان هشام النعماني كبير مرشدين أول بهيئة قناة السويس أن مشروع قناة السويس الجديدة رفع درجة الأمان لرحلة عبور السفن بدرجة غير مسبوقة، وأن المشروع ساعد في اختصار زمن الرحلة البحرية من 18 أو 20 ساعة إلى 10 ساعات فعلية منذ دخول السفن المدخل الشمالي أو الجنوبي حتى الخروج من الجهة الأخرى، مؤكدا أن قناة السويس الجديدة قدمت استفادة عظيمة للاقتصاد المصري، كما أصبح لها مردود على مجال النقل البحري العالمي. وبالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة لمشروع قناة السويس الجديدة، كان في احتفالية بعنوان حواء على شط القناة برئاسة رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش.
كمان منى شارك نخبة من الإعلاميين وأعضاء المجلس القومي للمرأة في هذه الاحتفالية، وذلك بمركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، حيث تم تكريم المهندسات التي شاركنا في أعمال حفر القناة الجديدة. وأكد الفريق مهاب ميش خلال الاحتفالية أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت جاذبة للاستثمار الأجنبي. بحث رئيس بعثة الحج الطبية القنصل العام المصري بجدة الخطة الطبية الموضوعة لسلامة الحجاج المصريين بداية من وصولهم المملكة وحتى انتهاء مناسك الحج وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين دون أي أمراض وبائية. رئيس بعثة الحج الطبية الدكتور محمد شوقي أكد أن جميع العيادات المصرية الخاصة بالبحث على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالات طوارئ طوال موسم الحج، وطبعا احنا بنتمنى سلامة لحجاجنا إن شاء الله ولكل الحجاج ويعودوا بالسلامة إلى أرض الوطن. ومعنا تفاصيل أكثر في سياق التقرير. مع تواصل توافد ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين على مكة المكرمة لبادي الرحلة المقدسة بأداء فريضة الحج، بدأت العيادات الطبية المصرية جاهزيتها من كوادر طبية وتمريضية لاستقبال الحجاج المصريين وتقديم كافة الخدمات العلاجية اللازمة لهم. الجولة الأولى كنا بنشوف استعداد العيادات في الفنادق وترتيبها وتجهيزها وتواجد الأطباء فيها. الجولة الثانية كانت جولة مفاجأة على العيادات علشان نشوف العمل صار بالشكل اللي احنا رسمناه بالظبط. الحمد لله التواجد كان ممتاز، الأطباء في أماكنهم، العيادات مفتوحة بتباشر المرضى، بتشوف الحالات، بتعالج الحالات. كان في بعض الملاحظات في بعض العيادات، في قصور شوية في بعض التسجيل الأسماء على البرنامج اللي احنا عملناه وتم التنبيه عليهم عشان نتفادى هذه الملاحظة. الناس كلها جاية من عمرة، معظمهم بيبقى في ألم في العضلات، ألم في نتيجة التزاحم، نتيجة العمرة، نتيجة الكلام ده كله. في طبعا كحة، برد، نزلات برد كثيرة جدا. في ناس جالنا حالات متعورة، إصابات خفيفة، واحدة مثلا في سلم كهرباء عورته طلعنا شفناها. في حالات بتيجي أزمات شديدة، طبعا دي بنحولها المستشفى. ضيوف الرحمن أبدوا ثنائهم على أداء البعثة الطبية وحرارة الاستقبال. عندي كارد النفس، وطبعا جيت لكم هنا بصراحة عملت الواجب، والبعثة جميلة وبيستقبلونا كويس. درسي كان وجعني، يعني النهاردة بقى طول النهار مألمني، جيت لحضرتكم بقى عطتوني اهوت حاجاتها، الحمد لله ربنا يجيب الشفاء إن شاء الله. القنصل العام المصري بجدة حرص على لقاء مسؤول البعثة الطبية المصرية للوقوف على الخطة الموضوعة للتأمين الطبي للحجاج المصريين خلال الرحلة المقدسة. كان اجتماع مثمر جدا، لان انا شايف انهم عاملين كل التجهيزات وكل الترتيبات وفي عدد كافي ان شاء الله لتغطية الحجاج اللي بيتم او تم الاتفاق فعلا على العلاج بتاع الحالات المزمنة او الحالات المرضية كما تعودنا من بعثة وزارة الصحة في خلال السنوات الماضية، وان شاء الله ربنا يوفقهم ويوفقنا جميعا في الموسم ده. إجراءات وخدمات لوجستية تبذل على الأصعدات كافة لتوفير الأجواء المناخية الملائمة لضيوف الرحمن من الحجاج المصريين لأداء الفريضة في طمأنينة ويسر. من القنصلية المصرية العامة بجدة، محمد حلمي، النيل. أكد الدكتور عمرو الطيبي، عندنا معنا دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، قبل ما نكمل معاكم تقاريرنا. صباح الخير دكتورة إيمان. دكتورة إيمان، أزاي دكتورة إيمان؟ عادة تسمع الخبر الأول قبل طيب حصل مشكلة، خلينا نرجع تاني، فقدنا الاتصال بس هنرجع نكلمها تاني. نرجع بقى للتقارير. أكد الدكتور عمرو الطيبي مدير التنفيذي لوحدة النماذج الأثرية بوزارة الأثار نجاح معرض النماذج والمستنسخات الأثرية كنوز مصرية مقام حاليا بمدينة في تيربو الإيطالية، حيث بلغ عدد الزائرين أكثر من 5000 زائر خلال شهر واحد. قال الطيبي في تصريح له أنه بالرغم من أن المعرض ليس مقاما في العاصمة الإيطالية روما، إلا أنه شهد إقبالا كثيفا من الزائرين الذين أبدوا انبهارهم وإعجابهم بمقتنيات المعرض. كمان المعرض يضم نحو 250 نموذج أثري يعبر عن عظمة ورقي الحضارة المصرية القديمة عبر العصور المختلفة من إنتاج وحدة النماذج الأثرية بالوزارة. تم تخصيص قاعة عرض كاملة لمجموعة مستنسخات الأيقونات القبطية النادرة التي تصور رحلة
العائلة المقدسة إلى مصر، بالإضافة إلى عرض مجموعة المستنسخات للآثار المصرية اللي بتضم قطعة لبتاح رمز الحرف والفنون بمصر القديمة، وهو مصنوع من البوليستر المذهب ويبلغ ارتفاعه 4 أمتار، إلى جانب مستنسخ للقناع الذهبي للملك توت عنخ آمون ومستنسخات لتمثال الملك إخناتون ورأس الملكة نفرتيتي. نرجع مرة تانية ونتواصل مع دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة إيمان. صباح النور يا فندم. هل في أي جديد بالنسبة لحالة الطقس، انخفاض ارتفاع لا قدر الله؟ طبعا لا، هو الجو مستقر تماما ودرجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، ما فيش أي ارتفاع في درجات الحرارة، فهي بتتراوح من 36 ل 37 درجة، ده بالنسبة للقاهرة. فنقدر نقول ان الطقس بيكون حار اثناء النهار وخاصه تحت اشعه الشمس، فاحنا بننصح كل الساده المشاهدين الابتعاد تماما عن اشعه الشمس في الفتره من الظهر الى العصر، لان دي الفتره اللي بتسجل فيها الحراره اعلى قيمه لها. ايضا نظرا لارتفاع نسبه الرطوبه ده بيؤدي لاحساسنا بمزيد من ارتفاع في الحراره، يعني احنا بنحس ان درجه الحراره اعلى من 36 بكثير، هنقول الحراره 40 او اعلى من ال 40، لكن لا، هو ده بس احساس نظرا طبعا لارتفاع نسبه بتصل ل 80% اثناء الليل، وبالنسبه للنهار بتصل الى حوالي من 30% ل 40% على حسب المنطقه، قريبه من محيطات او بحار او سواحل، ده بيخلي نسبه الرطوبه تكون مرتفعه اكثر. تمام. طب في توقعات باي تقلبات في المرحله اللي جايه ولا الاستقرار ده معانا مستمر في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ لا، هو خلال هذا الاسبوع ان شاء الله ما فيش اي تغيرات جويه، الاستقرار مستمر معانا على مدار الثلاث ايام القادمه. تمام. احنا بنشكرك دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. على هامش مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته 27 أحيا الشيخ ياسين التهامي ليلة فنية قدم خلالها باقة متنوعة من أروع الابتهالات الدينية وأناشيد مدح الرسول. والحفل بالطبع لاقى إعجاب كبير من جانب الجمهور الذي حرص على حضور الحفل، وخلينا نشوف معاكم تفاصيل أكثر في سياق التقرير. على أنني لا أركب لي سمركبا ولا أكبر البأس أحيانا. تستهل دار الأوبرا المصرية تحت رئاسة الدكتور مجدي صابر تستكمل مهرجان القلعة في دورته 27 على مسرح محكى القلعة، وفي أمسية فنية أبدع خلالها الشيخ ياسين التهامي بباقة متنوعة من أجمل الأناشيد والابتهالات الدينية. إن شاء الله لنا محبين، محبي الكلمة التي تثبت الهوية بمعنى أصح. يعني أنا دايما الحمد لله بتعامل مع التراث العربي القديم، الشعر العربي القديم، وأطلق عليه بالشعر الموثق لأن له الدليل من الكتاب والسنة. من قلب القاهرة الفاطمية يمتزج الفن بعبق التاريخ لتتلألأ سماء القاهرة بأضواء حفلات كبار النجوم والفنانين. جت لي فكرة في إنه ليه طيب المهرجان ما يبقاش دولي، وابتدينا نتواصل مع المراكز الثقافية الأجنبية، رحبوا جدا بالفكرة، وابتدينا نعرض الفكرة ونقول لهم تحبوا تعرضوا عندنا، فكان في قبول بشكل ممتاز جدا جدا جدا. النهارده في اول دوره دوليه عندنا 6 دول اجنبيه. الجدير بالذكر ان الشيخ ياسين التهامي منشد ديني من مواليد محافظه اسيوط، نشا في عائله صوفيه، وقد بزغ نجمه في منتصف السبعينيات بعد ان اصبح له اسلوبا متفردا ومدرسه خاصه به. أنا وطن فيه عترة النبي، أكرمنا بأحبابك ربي. ترجع أهمية مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء إلى أنه أقدم المهرجانات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، ويعد أحد أهم وأكبر المحافل الفنية المصرية من حيث الإقبال الجماهيري وتنوع وثراء محتواه. من قلعة صلاح الدين الأيوبي، أمل صبري، النيل.
انطلقت فعاليات الدورة 30 من معرض الكتاب الدولي في مكتبة الأسد الوطنية اللي بيشارك فيه أكثر من 200 دار نشر ويحظى بمشاركة مصرية متميزة. معرض هذا العام الذي يقام تحت شعار مجتمع يقرأ مجتمع يبني يصاحبه دورات فكرية وأمسيات شعرية وورش عمل وأنشطة خاصة للأطفال، ونتابع تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. ساحة الأمويين التي كانت هدفاً لقذائف الهاون خلال السنين الأخيرة من الحرب تحتضن اليوم المعرض الدولي للكتاب ضمن مكتبة الأسد في دمشق. مجتمع يقرأ مجتمع يبني هو عنوان المعرض لهذا العام الذي يقام تحت رعاية كريمة من الرئيس بشار الأسد وبمشاركة أكثر من 200 دار نشر محلية وعربية وأجنبية. عودة المعرض إلى يعني سابق عصره، وأنا شاركت في المجالات الثقافية في النشاطات الثقافية للمعرض أكثر من 3 مرات أو 4 في السنوات الأولى، يعني هذه عودة مبشرة. المعرض ناجح بلا شك لأنه في تعددية، شايف بلاد مختلفة، شايف تعددية في الفكر، تعددية كمان في حاجات علمية وحاجات أدبية حاجات دينية، وده إن دل على شيء يدل على الثقافة والتحضر. الحمد لله بس جينا وشفنا، يعني إن شاء الله الاستقرار بعام هلأ وعلى طول المدى مثل ما بيقولوا. لا الحمد لله كتير مرتاحين وكتير في أقبال كمان. هذه التظاهرة الثقافية تدل للعالم كله أنه سوريا بألف خير وأنه دمشق تنبض بالحياة ليلا نهارا. جيشنا العربي السوري انتظر في السيف، نحن انتظرنا في الكتاب، كتب عن الإرهاب كله كشفناهون ووضحناهون وإيش مخططاتهم. الحدث الأبرز ثقافيا يقصده أعداد كبيرة من الزائرين لما يمتاز به من غنى وتنوع بالنشاطات والعروض السينمائية والأمسيات الشعرية. هناك دور نشر كثيرة شاركت في هذا المعرض وهناك عناوين كثيرة طرحت هذه السنة، في نشاطات كثيرة مهمة خصوصا فيما يتعلق بالأطفال، يعني هذا كله بيساعد بأنه نعمل حراك ثقافي ترجع الناس بنكي بالثقافة بالحب بالأمل. تنوع كتير كبير بخلينا نقول بمواضيع كتير صلنا سنين فاقدين لها. هذه الدورة من معرض الكتاب تعتبر عودة للحياة الثقافية لأن سوريا غنية بماضيها وبتراثها المجيد وبحضارتها حتى الآن. مشاركات عربية ودولية ضمن معرض الكتاب الدولي بدورته 30، الأمر الذي يؤكد على تعافي كافة القطاعات السورية ومنها الثقافية. علا إبراهيم، قناة النيل للأخبار، دمشق. تحفة معمارية جديدة في وسط جبال فيتنام، يدان صخريتان تحملان جسر ذهبي للمشاة فوق قمة الجرف، وكأنه أصبح للجبل يدان يمسك بهما الأشياء. الجسر اسمه أو الجسر الذهبي كاو فانغ، مقام على مرتفعات بانا في فيتنام، اجتذب أعداد كبيرة من السياح منذ افتتاحه في يونيو الماضي، وبيتلهف السياح لرؤية قطعة معمارية جديدة تشتهر بتصميمها الفريد. بيقع هذا الجسر على ارتفاع 1000 متر فوق سطح المستوى سطح البحر، بيمتد على قمم الأشجار على أطراف الجرف المكسو بالخضرة، ما يمنح السياح رؤية غير مشوشة للمشهد المهيب الواقع في الأسفل. وقال فو في أنا المسؤول عن تصميم الجسر إن تصميم الجسر مستوحى من فكرة أيدي الآلهة العملاقة التي تسحب شريطا من الذهب من الأرض. أضاف أنه فوجئ بمستوى الاهتمام الذي اكتذبه تصميم شركته على الصعيدين المحلي والدولي. وكمان وفقا للهيئة الدولية الوطنية للسياحة في فيتنام، فقد استقبلت تلال بانا أكثر من 2,700,000 زائر العام الماضي، بينما حظي الجسر الذهبي واليدان الصخريتان اللتان تحملانه بأكبر قدر من الاهتمام من الزوار. الماسة الأمل، تلك الماسة الزرقاء النادرة الشهيرة اللي تناقلتها أيادي الملوك والملكات والمصرفيين، انتهى بها الأمر لأن تصبح على مرأى الجميع أخيرا في متحف بواشنطن. التاريخ الجيولوجي للماسات الزرقاء النادرة معقد جدا حسب ما بحث أو أكد بحث عن هذه الأحجار النادرة. حلل العلماء 46 ماسة زرقاء وخلصوا إلى أن هذا النوع من الماس
يمكن أن يتكون على عمق 660 كيلومتر على الأقل، ويصل إلى جزء من القشرة الأرضية الداخلية تسمح أو تسمى الوشاح الأدنى. لا يشكل الألماس الأزرق إلا نحو 2% من الألماس المستخرج من باطن الأرض، لكنه منه ألماسات من أشهر قطع الألماس في العالم، إلى جانب ألماس الأمل المعروضة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، بيبعث ألماسة أو بيعت ألماسة زرقاء أخرى هي أوبنهايمر بلو عام 2016 بمبلغ 57.5 مليون دولار، وكان ذلك الثمن في ذلك الوقت هو أعلى سعر تباع به أي جوهرة في مزاد. توج قط أبيض اللون يطلق عليه اسم ثاو بلقب القط البريطاني لهذا العام، بسبب قيامه ببطولة الحقيقة لإنقاذ صاحبته من الاستغراق في النوم مع إصابتها بجلطة دموية. القط كان بيضرب صاحبته ببرافينه وبيجلس أو جلس معها طوال الليل لمحاولة إفاقتها، وتغلب فاو اللي توفي يعني من فترة قصيرة جدا على مئات القطط الأخرى ذات البطولات المماثلة، وتمكن من الحصول على جائزة كبرى في الحفل الجوائز السنوي اللي أقيم في أحد الفنادق المرموقة في لندن، وتسلمت صاحبته تشارلوت ديكسون الجائزة. شمل الحاصلون على جوائز أخرى القط أرثر ذا اللون الأبيض في الأسود الذي حصل على جائزة أكثر القطط رعاية لأصحابها لمساعدته لصاحبته على التغلب على مشاكل صحية نفسية، والقط سالم الذي كان مرافقا للفتى جارد الذي يعاني من مرض الضمور العضلي، وحصل على جائزة الحيوانات ذات الفراء الأصدقاء للأبد. ولم تفز القطط فقط بالجوائز ولكن أيضا من يعتنون بهم أيضا، حيث تم منح فرع مركز حماية القطط في جوينيث في ويلز على لقب فريق النجوم، وتم تقديم الجوائز لمتلقيها أو أصحابها، وتضمنت قسائم شراء من متجر للحيوانات الأليفة كميات من طعام القطط تكفي لثلاثة أشهر. دي كانت أهم أخبارنا اللي ابتدينا بيها معاكم يومنا النهاردة في هذا الصباح. ما هو قدم وقفة رياضية مع الزميلة إيمان الشيخ وأهم أخبار الملاعب.